نعم صافي صافي فهمت. تدخل ايوا ما لم تخبروا الرئاسة بهذه المنهجية السيد الرئيس، اعتذر لم اخبر بهذه المنهجية. إذن السيدة النائبة تفضلي باسم فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات النائبات والسادة النواب المحترمين. أتشرف بأن أعرض عليكم موقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في شأن مشروع قانون رقم 2012 المتعلق بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 20 دجنبر 2006. فإنه لا يمكن أن يخفى عن الأذهان أن حزب الاستقلال تأسس على تكريس حقوق الإنسان واحترامها انطلاقاً من مكانة مؤسسه العلمية ومكافحته لأشكال العبودية التي كانت تتجلى في الاستعمار وممارساته، واعتماداً على مبادئ الإسلام الحنيفة التي تكرم الإنسان وتحترم وجوده وعقيدته. وهذه المسيرة المتعلقة بحقوق الإنسان التي جسدها حزبنا في مسيرته كلها تساير هذه الاتفاقية وتتماشى مع مقاصدها. وطالما كان موقف حزب الاستقلال هو تكريس احترام كرامة الإنسان، وإن موقفه لا يمكن أن يكون مخالفاً لما جاء في الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، ويدعو من جانبه إلى الموافقة والمصادقة عليها. وفي إطار الإشارة إلى أهمية هذه الاتفاقية، فإن المصادقة عليها تعتبر إنجازاً هاماً وتاريخياً لتكريس الديمقراطية في بلادنا، علماً بأن المغرب قد قطع أشواطاً مهمة في هذا المجال، فأسس لهذه الاتفاقية في قوانينه الجنائية اتجرم أفعال الاختطاف والاحتجاز في مجموعة من فصول القانون الجنائي، كما كرس هذه المبادئ في بنود المسطرة الجنائية، فضلاً عن أن القانون المتعلق بالإرهاب قد جرم كل اعتداء عمدي على حياة الأشخاص وعلى سلامتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهم. وتجدر الإشارة أيضاً إلى ما حققته هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي تؤكد توصياتها على أهمية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري. هذا فضلاً عما جاء به الدستور الجديد في مادته 23 بشأن تجريم الاعتقال التعسفي أو السري، وكذا الفصل 20 منه أيضاً الذي أقر بالحق في الحياة واعتبرها من أخطر الجرائم ويعرض مقترفه لأقصى العقوبة. وعليه فإن حزب الاستقلال يتمن المصادقة على هذه الاتفاقية والتي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 29/6/2006، وتم التوقيع عليها بتاريخ 6 فبراير 2007 بباريس. وإن الظروف اليوم أصبحت مواتية للمصادقة على هذه الاتفاقية من أجل استكمال انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. لكن يبقى أن مصادقة المملكة المغربية على هذه الاتفاقية يتبعه مجموعة من الإجراءات التشريعية، وذلك بملائمة التشريع الوطني معها، ونتحدث هنا عن التشريع الجنائي، حيث يجب التنصيص صراحة على جريمة الاختفاء القسري. كما أن مصادقة المملكة المغربية على هذه الاتفاقية أيضاً يستوجب القطيعة مع أي شكل من أشكال الاختفاء القسري، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها والتربية عليها والتكوين في مجالها، وذلك من أجل تقوية الدور الذي يطلع به المغرب على الصعيد الدولي، والتزاماته أيضاً بما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، والتزاماً منه أيضاً بجعل الاتفاقيات الدولية تنمو على التشريعات الوطنية فور نشرها.
في الأخير وختاما، الفريق الاستقلالي يتمن المصادقة على هذه الاتفاقية، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا.